فالتحية والمواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا اللي يلعب الليلة مباراة الجولة الثالثة ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المغرب 2025. منتخبنا يواجه منتخب جزر القمر الليلة 8 في ملعب المرحوم حماد العقربي برادس. مباراة بقيادة الحكم النيجيري جوزيف أودي أوغابور. المنتخب الوطني التونسي من أجل الانتصار الثالث على التوالي بعد تحقيق زوز انتصارات سابقة. منتخبنا يسعى لثلاث نقاط أخرى في رصيده رغم تعدد الإصابات غياب بعض اللاعبين. وهذه النقطة اللي تحدث عليها فوزي البنزرتي خلال الندوة الصحفية ما قبل مباراة الليلة. طمال دبل سي فلور كلوب افون كل سوا لا اون ايكيب ناسيونال الحمد لله اون ايكيب ناسيونال لا نطاي دبل سي كان سميهم لك لو جوار فاليري معناتها براون معناتها براون اللي تي لا هيير معناتها اللي فوني عملنا له يرم معناتها ظهر معناتها كيلي دون لا كاباسيتي دو جوي ولا تيتر معناتها بارمي نو دونك معناتها سنتاندي العاب اللي بور كونسي معناتها البليسير اللي صارت له معناتها في سنتاندي مالوريزمون معناتها بور نو ولا ريزمون جو سي با فهمتي. Il y a pas mal de joueurs qui ont été en train de se faire. Il y a un élève qui a J'ai compté beaucoup sur lui. C'est un très très bon joueur qui peut. Il n'a jamais eu malheureusement. Il a été en train de se faire. Il a un jeune qui a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. Au niveau de l'équipe nationale, il n'a pas eu de blessure. Il a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. Il a été en train de se faire. Il n'y a pas mal de blessure. على غالب ما تعرف فيه كومبوزي هذاك. من بين الأسماء المهمة التغيب على مباراة اليوم مدافعنا علي العابدي محترف نادي نيس الفرنسي يغيب عن المباراة الأولى. البديل هو مدافع الترجي محمد أمين بن حميدة وهذا رأي فوز البنزرتي الناخب الوطني في اللاعب بن حميدة. Il a été toujours appelé en équipe nationale, qui m'a trouvé ma coordination bien tous les défenseurs de Majoudine, tant qu'il a puisqu'il est habitué à jouer avec l'espérance dans son club, bien les titulaires. Donc, c'est un joueur pratiquement confirmé. Il a été cloche, il m'a joué sur la liste. Certainement, il a été cloche. Il m'a joué sur la liste. Je pense qu'il mérite sa place. On chauffe tout bête pour les entraînements, les deux dernières séances. C'est un joueur qui mérite d'être dans l'effectif que nous avons. Il mérite d'être avec nous. ومحمد أمين بن حميدة والأقرب باش يكون موجود في التشكيلة الأساسية على الجهة اليسار. وهذه التشكيلة المحتملة في المرمى أمان الله مميش ياسين مرياح منتصر الطالبي على اليمين رائد بوشنيبة على اليسار الأقرب محمد أمين بن حميدة عيسى العيدوني الفرجاني ساسي حمزة رفيع محمد علي بن رمضان يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري. نذكر بالموعد الليلة 8 متاع الليل في رادس المنتخب الوطني التونسي واجه منتخب جزر القمر. ودائما مع تصفيات كان البارح المنتخب الجزائري في ملعب عنابة وسط حضور جماهيري كبير يضرب بقوة ويفوز على منتخب توغو 5-1. النتائج بوركينا فاسو الفوز على بوراندي 4-1. التعادل دون أهداف بين غانا والسودان. انتصار زيمبابوي على ناميبيا هدف دون مقابل. فوز جمهورية الكونغو على تنزانيا هدف دون مقابل. وانتصار منتخب بوتسوانا على الكافير هدف دون مقابل. مباريات اليوم أبرز المواجهات. اليوم المنتخب المصري يواجه المنتخب الموريتاني 5 PM. مواجهة أخرى أيضا منتظرة منتخب النيجيري يواجه منتخب ليبيا. بقية المباريات غينيا الاستوائية ليبيريا موزمبيق إسواتيني زامبيا تشاد مدغشقر ضد غامبيا لحساب مجموعة المنتخب الوطني التونسي. بنين ضد رواندا الكامرون ضد كينيا أوغندا جنوب السودان جنوب افريقيا الكونغو انغولا النيجر الغابون ليزوتو الكوت ديفوار سيراليون مالي غينيا بيساو ومنتخب السنغال ضد مالاوي.
نرجع محليا، مباراة ودية استعدادا لاستئناف نشاط البطولة. اليوم مباراة ودية في سوسة، مادي ساعتين ونص النجم الرياضي الساحلي يستضيف نادي أبو سليم الليبي، والأربعة متاع العشية في البارك دون حضور جمهور. النادي الإفريقي يواجه وديا المنتخب الوطني التونسي للأوسط، ونهار لحد مباراة ودية بين الترجي الرياضي ومستقبل سليمان. إلى تذكير بقرار لجنة التسوية المكلفة بتسيير الجامعة التونسية لكرة القدم، قرار فيما يتعلق بقطاع التحكيم الكشف عن أسماء الإدارة الوطنية للتحكيم. مدير الإدارة الوطنية للتحكيم هو مراد الدعمي، لجنة تعيين الحكام والمراقبين كل من العروسي المنصري هشام قيرات زبير نويرة، لجنة حكام رابطة الهواة مستوى أول، رابطة الهواة المستوى الثاني والشبان رياض الحرزي محمد علي السليني منذر لطرش، لجنة تطوير الحكام وتقنية الفار محمد المدب عبد العزيز الحمروني، ولجنة حكام الرابطة النسائية السيدة مونية البدوي. وانا حكيت على جديد الإدارة الوطنية للتحكيم إلى تعيينات حكام الجولة الأولى ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي تنطلق غدوة على دفعتين، غدوة السبت 12 أكتوبر لحد 13 أكتوبر وعلى ثلاث دفعات لأنه ثم مباراة النهار الأربعاء 16 أكتوبر. برنامج المقابلات غدوة ما ثلاثة جمعية تريانة ملحمة مسوسة بتحكيم لحسام بولعريس، مستقبل وادي الليل مستقبل المرسى صادق السالم لإدارة المباراة، جمعية مقرين جندوبة الرياضية مباراة يديرها خالد قويدر، هلال مساكن نادي حمام ننف التحكيم لنضال الطيف، القلعة الرياضية النجم الرادسي أمير العيادي لإدارة المباراة، مكان المهدية نادي القربي وليد العوني نهار لحد 13 أكتوبر، شبيبة القيروان هلال رديف خالد ترابلسي لإدارة المباراة، مستقبل القصرين سكاك الحديد الصفاقسي أمير لوسيف، أولمبيك سيدي بوزيد هلال الشابة نعيم حسني، تقدم ساقيت الدير نسر الجلمة مباراة دون حضور جمهور يديرها حسني النيلي. كوكب عقير بمل الركبة التطوية نشرف الحركات، محيط قرقنا بعث بوحجدة خليل الجارين، ملعب القابس يمل جربة مباراة دون حضور جمهور، مباراة يديرها فرج عبد اللاوي، ونهار الأربعاء 16 أكتوبر مثلاثة في ملعب عزي الجبل بمنزل بورقيبة، الملعب الأفريقي لمنزل بورقيبة سبورتينج المكنين مباراة يديرها أيمن النصرية. كرة اليد بطولة افريقيا للاندية السيدات المقامة في المغرب، فريق الجمعية النسائية بالساحل يستهل مشواره في البطولة بفوز على بريميرو دي اغوستو لانغوري 28 مقابل 26. نكمل مع تكريم الجامعة التونسية للعب القوى لعدائنا المتألقين هذا الموسم سواء في بطولة العالم أو في الألعاب الأولمبية، من بين المكرمين البطلة العداء مروة بوزياني، نسمعها في تصريح الزميلة لبيبة صغير. اليوم تكريم الحقيقة عجبني، فرحانة به، اللي أنا موجودة ما بين عائلتي، اليوم عائلة ألعاب القوى موجودة ما بين أساطير ألعاب القوى حبيبة الغريبي وسي محمد القمودي، اليوم فرحانة برشا. 2028 إن شاء الله ميدالية إن شاء الله يا ربي، 2028 وإن شاء الله شامبيونات موند يا ربي، علاش لا، خاطر بالحق توا طموحي بتاعنا كبر وبالحق ولينا توا رانا نقولوا من توب 5 مونديال. اليوم أنا نشوف في بالحق البوديوم ما هوش بعيد عليا، بالرسمي نحسه قريب اليوم. نذكركم اليوم تغطية لمباراة تونس وزر القمر مع زميلتي نجوى الطالبي في الاستوديو وفي التعليق ثنائي شهير الكافي لطفي خالد، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.